مرحب بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من حلقات س وج وعنوان حلقتنا اللؤلؤ المنصور وحيره العقول السؤال من موقع اسلام سؤال وجواب بيقول ايه هل الولدان المخلدون هم اطفال المسلمين الذين ماتوا صغارا الاجابه قال تعالى في شان اهل الجنه يطوف عليهم ولدان مخلدون سوره الواقعه 17 قال تعالى يطوف عليهم ولدان مخلدون إذ رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منصورا سورة الإنسان 19 قال ابن كثير أي يطوف على أهل الجنة للخدمة ولدان من ولدان الجنة مخلدون أي على حالة واحدة مخلدون عليها لا يتغيرون عنها لا تزيد أعمارهم عن تلك السن قال ابن عباس رضي الله عنهما غلمان لا يموتون يعني الله في الجنة هشغل غلمان مش بيموتوا أعمارهم مش هتتغير الله يشغل اطفال خدامين هي مش لما المسلم بيشتهي تفاحه او فرخه او اي حاجه يعني مش بتيجي على طول في بقه بمجرد ان هو بيشتهيها طيب يبقى لازمتهم ايه الاطفال اللي هتشتغل دي تفتكروا لما ترجموا للاجانب بالقران وتقولوا لهم ان في اطفال هتشتغل خدامين واسمهم ده المخلدون تفتكروا هيبصوا لكم ازاي طيب ونكمل الإجابة هيقول لنا إيه؟ قال ابن القيم رحمه الله قال أبو عبيدة والفراء مخلدون لا يهرمون ولا يتغيرون قال والعرب تقول للرجل إذ كبر ولم يشمط إنه لمخلد وإذ لم تسهب أسنانه من الكبر قيل وهو مخلد وقوله تعالى في وصوم في سورة الإنسان إذ رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منصورا أي إذ رأيتهم في انتشارهم في قضاء حوائج السادة وكسرتهم وصباحة وجوههم وحسن الوانهم وثيابهم وحليهم وحسبتهم لؤلؤا منصورا ولا يكون التشبيه احسن من هذا ولا في المنظر احسن من اللؤلؤ المنصور على المكان الحسن الولدان المخلدون زي اللؤلؤ المنصور والحوريات زي اللؤلؤ المكنون تفتكروا ايه المشترك بينهم خلينا نشوف الاجابه قال ابن القيم رحمه الله وشبههم سبحانه باللؤلؤ المنصور لما فيه من البياض وحسن الخلقة وفي كونه منصورا فائدتان إحداهما الدلالة على أنهم غير معطلين مل مبسوسون في خدمتهم وحوائجهم طيب تعالوا نشوف سورة الإنسان 19 بيقول إيه فيها يطوف عليهم ولدان مخلدون إذ رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منصورا شوف التفسير بيقول وقوله تعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون بين من الذي يطوف عليهم بآنية أي يخدمهم ولدان مخلدون فإنهم أخف في الخدمة ثم قال مخلدون أي باقون على ما هم عليه من الشباب والغضاضة والحسن لا يهرمون ولا تغيرون ويكونون على سن واحدة على مر الأزمنة وقيل مخلدون لا يموتون وقيل مصورون مقرطون أي محلون والتخلد التحلية يعني العيال الولاد دول هيكونوا حلوين مش بيكبروا في السن ولابسين اساور وحلقان تفتكروا المنظر ده عند العرب زمان كانوا بيعملوا بيهم ايه ونكمل الاجابه والثانيه ان اللؤلؤ اذا كان منصورا ولا سيما على بساط من ذهب او حرير كان احسن لمنظره وأبهاه من كونه مجموعا في مكان واحد وقد اختلف العلماء في من يكون هؤلاء الولدان فروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن البصري أن المراد بالولدان ها هنا ولدان المسلمين الذين يموتون صغارا ولا حسن لهم ولا سيئة علي بن أبي طالب والحسن البصري قالوا أن المراد بالولدان دول هم أطفال مسلمين اللي هم ما عندهمش حسن ولا سيئة إيه رأيك كمسلمين؟ أي طفل من أطفالكم يعني لو في حد عنده أطفال ماتت يتخيل كده أن أطفاله هيشتغلوا خدامين في الجنة ونكمل الإجابة ورواية عن سليمان رضي الله عنه أنه قال أطفال المشركين هم خدم أهل الجنة قال الحسن لم يكن لهم حسنات يجزون بها ولا سيئات يعاقبون عليها فوضعوا في هذا الموضع آه قال شيخ الإسلام رحمه الله ولا أصل لهذا القول ده في مجموع الفتاوى وقال ابن القيم وقد روي في ذلك حديث لا يثبت يبقى ابن القيم وشيخ الإسلام قالوا لا حديث أطفال المشركين هيكونوا ولدان مخلدون حديث لا يصح ونكمل الاجابه وقيل ان هؤلاء الولدان انشأهم الله لاهل الجنه يطوفون عليهم كما شاء من غير ولاده وهذا القول الاخير هو الذي ارتضى شخص الاسلام من تيميه فقد سئل رحمه الله عن الولدان هل هم ولدان اهل الجنه فاجاب الولدان الذين يطوفون على اهل الجنه خلق من خلق الجنه ليسوا بأبناء اهل الدنيا بل ابناء اهل الدنيا اذ الجنه. يكمل خلقه كأهل الجنة على صورة آدم أبناء 33 سنة في طول 60 ذراعا وقد روي أيضا أن العرض سبعة أزرع وانظر مجموع الفتاوي واستصر ابن القيم رحمه الله هذا القول أيضا وقال والأشبه أن هؤلاء الولدان مخلوقون من الجنة كحور العين خدمة لهم وغلمانا وهؤلاء غير أولادهم فإن من تمام كرامة الله تعالى لهم أن يجعل أولادهم مخدومين معهم ولا يجعلهم غلمانا لهم يبقي ابن القيم وابن تيميه قالوا ان الولدان اللي هيطوفوا علي اهل الجنه خلق من خلق الجنه وان اولاد المسلمين هيكبروا ويكمل خلقهم وهيكون علي صوره ادم ستين ذراع وعمرهم هيكون تلاته وتلاتين سنه وكمان كرامه ليهم انهم هيتخدموا وانا هنا عندي سؤال. كل الاقوال اللي هم بيقولوا قيل وقال وقيل و... جابوها من فين كل واحد قاعد كده مع نفسه يتخيل ويخترع تفسير رسول الاسلام ليه ما قالش مين هم الولدان المخلدون دول وفي سؤال كمان طرح نفسه هل الولدان المخلدون للتمتع الجنسي في الجنه زي ما جه في كتاب خواطر مسلم في المساله الجنسيه ولو كان لا يعني ممكن المسلمين يقولوا لي لا ده مش للتمتع الجنسي طيب لماذا أجازت اللجنه العلميه في الأزهر الشريف طباعه كتاب خواطر مسلم في المسأله الجنسيه لمحمد جلال كشك اللي بيقول فيه أن الولدان للتمتع الجنسي زيهم زي الحور العين واستشهد أن حور العين كان لؤلؤ المكنون والولدان كان لؤلؤ المنصور وكلهم للتمتع وألتقي بكم في الحلقه القادمه من سين وجيم